والله زيارة العاشوراء يعني ما تنوصف، ما تنوصف. يعني عاشوراء سر مع الله سبحانه وتعالى، الإمام الحسين سره مع الله سبحانه وتعالى. إيش ما رادوا يمنعون هذه الشعائر ما انمنعت، على أدوار الحكم وأدوار السلطة ما انمنعت الشعائر الحسينية، إذا سرها مع الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله التوسعة كل سنة وكل عام، والقائمين عليها أن يستر عليهم. نستلم من هذه الذكرى المواقف البطولية للإمام الحسين سلام الله عليه، ولكذلك لأخيه الإمام العباس سلام الله عليه، والموقف كان بطولي وثورة كانت خالدة إلى يومنا هذا منذ 1400 سنة. سطر فيها الإمام سلام الله عليه أروع البطولات بالتضحية والفداء.